السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الدرس 24 من دروس الوحدة الخامسة في الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. عنوان الدرس قياس الأطوال، أجزاء ومضاعفات المتر. مزيغ دو لونغور سو ملتيبل اي ملتيبل دو متر. أهداف الدرس: أوظف وحدات قياس الأطوال، مضاعفات المتر وأجزاؤه، وأقارنها وأتعرف العلاقات بينها. اكتشف وأتمرن. أولا، يقوم سائق حافلة بتسليم بضائع في عدد من المدن المغربية، ويستعمل الجدول التالي لمعرفة المسافة التي يقطعها كل أسبوع بالكيلومتر. أستعمل الجدول والمسار الذي يقطعه السائق وأحسب المسافة. مساره في الأسبوع الأول هو الدار البيضاء، فاس، طنجة، ويرجع إلى الدار البيضاء. وفي الأسبوع الثاني يسلك المسار الدار البيضاء، العيون الداخلة، ثم يرجع إلى الدار البيضاء. إذن نحسب طول المسار الأول. الأسبوع الأول لدينا الدار البيضاء إلى فاس هي 290، المسافة التي تربط بين الدار البيضاء وفاس، زائد المسافة التي تربط ما بين فاس وطنجة، ها هي 325، ونضيف عليها مسافة الرجوع من طنجة إلى الدار البيضاء، يعني زائد 370 كيلومترا. المجموع هو 985 كيلومترا، وطول المسار، مسار السائق في الأسبوع الأول. الآن لنرى الأسبوع الثاني. لدينا ينطلق من الدار البيضاء نحو العيون. إذن لدينا مسافة ما بين الدار البيضاء والعيون هي 1080 كيلومترا، ثم ينتقل من العيون إلى الداخلة، يعني نضيف 532 كيلومترا. بعد ذلك يرجع من الداخلة إلى الدار البيضاء، نضيف 1607 كيلومترات. المجموع يساوي 3219 كيلومترا. ثانيا، أحسب المسافة بين منزل السلك والمدرسة. لدينا منزل السالك يبعد عن منزل خديجة ب 2 كيلومتر و650 مترا، ومنزل خديجة يبعد عن المدرسة بكيلومتر 1 و850 مترا. إذن فمنزل السالك يبعد عن المدرسة ب 2 كيلومتر و650 مترا، زائد 1 كيلومتر و850. إذن هنا 2 كيلومتر و650 كيلومتر، نضيف لها كيلومترا واحدا تعطينا 3 كيلومتر و650، ونضيف لها 850 مترا تعطينا 4 كيلومتر و500 متر. إذن المسافة بين منزل السالك والمدرسة هي 4 كيلومتر و500 متر. أستثمر. أولا، أكتب الوحدة المناسبة متر أو سنتيمتر. إذن طول الرجل هو 1.86، هي 1 متر و86 سنتيمتر. ارتفاع قسم المدرسة هو 4 متر.
وعرض كتاب الرياضيات هو 21 سنتيمتر. ثانيا، يبلغ ارتفاع جبل توبقال 4167 مترا. هذا الارتفاع هو 4 كيلومتر و167 مترا. ثالثا، اكتب العدد او الوحدة المناسبة. 58 ديسيمتر، كم فيها من مليمتر؟ فيها 5800 مليمتر. 2 كيلومتر، كم فيها من متر؟ فيها 2000 متر. 87 مترا، هي 8700 سنتيمتر. 8043 مترا، هي 8 كيلومتر و43 مترا. أتذكر، يمكن هذا الجدول من معرفة العلاقات بين وحدات قياس الأطوال. لدينا المترو، أجزاء المتر هي الديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر، ومضاعفات المتر هي الديكامتر والهكتومتر والكيلومتر. للقيام بحسابات على قياسات الأطوال ينبغي أن يكون معبرا عنها بنفس الوحدة. 1 كيلومتر هي 10 هكتومتر، هي تساوي 10 ديكامتر، تساوي 100 ديكامتر، وتساوي 1000 متر. وواحد متر تساوي 10 ديسيمتر، وتساوي 100 سنتيمتر، وتساوي 1000 مليمتر. 9 كيلومتر هي 9000 متر. 45 سنتيمتر هي 4 ديسيمتر و5 سنتيمترات. أنشطة تنجز خلال الحصة الخامسة المخصصة لدعم الدرسين 23 و24. أحيط بخط القياس المناسبة. ذبابة، هل قياسها هو 1 متر أم 1 سنتيمتر؟ 1 سنتيمتر. قلم الرصاص، قياسه هل هو 17 متر أو 17 سنتيمتر؟ 17 سنتيمتر. نخلة، هل قياس طولها هو 20 سنتيمتر أم 20 مترا؟ 20 مترا. أكتب الوحدة المناسبة. المسافة بين مدينتي الرباط والداخلة 1775. الله أكبر. إذن المسافة بين مدينتي الرباط والداخلة هي 1775 كيلومترا. المسافة بين بيت خديجة والمدرسة هي 1500 متر. أرتب الأطوال بكتابة تساوي أو أكبر من أو أصغر من. 6 كيلومتر و700 متر و999 متر. 6 كيلومتر أكبر من 999 مترا. 3 متر و75 سنتيمتر و375 ديسيمتر. 3 متر أصغر من 375 ديسيمتر. 13 ديسيمتر و1300 مليمتر. 13 ديسيمتر تساوي 1300 مليمتر. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.